ربما فكرة الاجتماع يعني كل طرف له أيديولوجية، ربما فكرة الأدلجة، فكرة الأفكار، فكرة ربما الأهداف المتنوعة، يقول لك مستحيل أن يكون هناك اجتماع. هذا الأمر لأنهم يكلفون أنفسهم بشيء غير وطأ. أنا سأضرب أمثلة الآن في بيان هذه الحقيقة. نعم. الآن الأمة الإسلامية لو جلسنا 1000 سنة نريد أن نجمع الشافعي مع المالكي أو الحنبلي مع الحنفي، لن نستطيع. صحيح. بل أنا أقول التيار الإسلامي اليوم لو تأتي بالتيار السلاح، هذا التيار الجهادي والتيار الإخواني والتيار المدخلي والتيار كذا، أجلسهم في غرفة 100 عام فلن تخرج بشيء. فإذا لو كان هؤلاء عقلاء يتركون هذا الخلاف ويصعدون درجة فوق، بس يرفعون رؤوسهم فوق. بس نحن الآن الإسلام مستهدف في وطنه، والعقيدة مستهدفة في كل شيء، وخيراتنا منهوبة. دعونا نتفق على شيء، هذا لن ينتهي الخلاف، هذا لن ينتهي إلا بسلطان. هذا الخلاف يأتي سلطان ويحكم قبضته على دولة ما، مثل تركيا الآن، والله مثل مصر، والله مثل كذا، وينشئ هيئة للعلماء يجمع فيها العلماء ويقول لهم أنتم ما تقرروه وأنا أنفذه، عند ذلك ينتهي الخلاف. أما هكذا لن ينتهي. فنحن ما بعض الناس الآن يثير الخلاف ويجدده وينشطه ويعيده ويكرره، ولو بقينا مئات السنين لن ينتهي الخلاف. نحن اختلفنا، الأمة الإسلامية اختلفت في كل شيء، بدءا من الوضوء وانتهاء في رب العالمين. حتى رب العالمين اختلفوا فيه، في أسمائه وصفاته وماذا يحب وماذا يكره، اختلفوا فيها طوائف كثيرة الآن موجودة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يتبرك به وبعضهم لا يفعل ذلك، وبعضهم يهجر حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان وجعلوا له حقوق ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ناهيك عن الإيمان وعن الإسلام وعن الكفر وعن الصلاة، واختلفوا الناس اختلافا عظيما في الحجاب وفي كل شيء. متى ستجمع هؤلاء الناس؟ متى؟ لو بقينا 1000 عام لن نجمع، ولا تستطيع أن تجمع حتى 10 أو 100. ومن بينهم خلاف سائغ يمكن أن يجتمعوا على المشتركات، أليس كذلك؟ أنا الذي أريد أن أقول، نعم، أن الخلاف في الأمة عظيم وكبير، والعلماء الكبار، وهذه ذكرناها في الحلقة الماضية، نعم، حينما تجتاح. نحن الآن لسنا في طرف فكري حتى نختلف ونناقش ونناظر، نعم، ونحن الآن على حافة الاستئصال، وأنت تريد أن تناقش نحن مثلنا كمثل، يعني نحن الآن جلوسا في هذه الغرفة، فيدخل علينا دابة من دواب الأرض، ثعبان طوله 10 أمتار، وأنا وأنت خلاف، بيني وبينك خلاف، لا نتكلم منذ 10 أيام، لا نتكلم. نحن الآن بين خيارين، إما أن نترك الخلاف ونتعاون في القضاء على هذه الدابة التي ستقضي علينا الاثنين، وإما أن نظل نختلف وتأكلنا الاثنين، أليس كذلك ولا؟ صحيح. هذا الذي يقع. الحكام بشار هو الأفعى، والمعارضة التي تعارضه مختلف، لن ينتهي الخلاف. حتى لو سقط بشار لن ينتهي الخلاف. يا أخي اجعل أصول عريضة تتفق فيها أنت والذي تختلف معه. أليس بشار هو الذي أهلك الحرث والنسل وهو الذي يرميك بالبراميل المتفجرة؟ أوقف هذا الخلاف، سواء كان خلاف في الوسط الإسلامي أو في الوسط الوطني أو في الوسط بين الإسلاميين والعلمانيين وكذا. أنت عندك الآن هناك مشتركات اجعلها في واحدة أو في قضيتين. ما هي القضية الأولى؟ سوريا تبقى موحدة مثلا، وإسقاط بشار فقط، لا تتحدث عن أي شيء آخر. بعدما تنتهي هذه نتقاتل بعد ذلك، لأن ما في شيء الآن، يعني بعد ذلك نفعل ما نريد، تقاتل افعل ما تريد، لكن أنت الآن في خطر، هناك خطر سيأكلك أنت وهو، ومع ذلك تختلف على أشياء إلى يومنا هذا من المآسي، وهذا لعله سابق، من المآسي التي تدمي القلب. لم يبقى إلا إدلب التي اجتمع فيها ما يقارب 5 ملايين. طيب. إنسان مشرد، نعم، ومع ذلك الخلاف والقتال ما زال قائما.